شو صاير لك؟ وسليم عايز منك ايه؟ نهى كانت عندك بالمكتب؟ امال ما انت اديتيها ماده دسمه لازم تتسلى بيها. يلا احكي لي. شو بدي احكي لك؟ احكي لي حكايه سليم. لا ليك لحد هون وبس، لاني اختنقت. ما تغريش الموضوع وجاوبين على سؤالي. كل يوم بتفاجئني بشخصيه جديده. مش انت كريم اللي تعرفت عليه اول مره؟ وانتي دي حكايتك ايه معايا؟ انا لازم امشي. اثبتي لنا حقيقي. راح عند سليم؟ شو مدد مني كريم؟ عايز افهمك، عايز اعرف ايه اللغز اللي في حياتك. دي حكايتك معايا بنت الناس. هو الاسئله ما كانوا ضمن شروط التعاقد مع الشركه. ما هو برضه اي مدير شركه لازم يعرف موظفينه جايين منين. اول مره بتحكي لي بهالرسميه، بس بتعرف شو؟ يمكن هيك احسن، يمكن هيك بخلص من التلميحات ومن التعليقات تبع الموظفين الشركه. واصلا لازم يكون في حدود ومسافه بين صاحب الشركه وبين موظفينه. انا جيت لهون لحتى اشتغل، لحتى اسس حالي وما عوز حدا. هيدي كانت اولوياتي، وما في قوة على وجه الأرض رح تخليني أتخلى عن هيدا الهدف. اشتغلت وتعبت كتير لحتى أوصل له. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.